كان إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسميا ترشحه للرئاسية القادمة، وردود فعل الأحزاب والشخصيات التي تقدمت بطلب ترشحها للموعد الرئاسي القادم. إذن ننتقل إلى سفيان جلالي الذي تحدث عن إمكانية انسحابه بعد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. نعرف أن سفيان جلالي هو معارض لترشح بوتفليقة لعهدة رابعة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يلتحق بنا عبر الهاتف رئيس حزب جيل جديد سفيان جلالي. أهلا بك سيدي. إذن بداية فقط، يعني عبرتم في أكثر من مناسبة أنكم ستنسحبون بصفة رسمية إن ترشح رئيس عبد العزيز بوتفليقة للرئاسية القادمة، هل ذلك صحيح؟ نعم بالضبط، احنا استدعينا المجلس الوطني يعني باش يعقد جمعية في يوم 28 فيفري يوم الجمعة المقبل، وإن شاء الله هنقدم للصحفيين كل التوقيعات اللي جمعناها يعني أكثر من 60 ألف، وفي بالمناسبة سأعلن انسحابي من الترشح. طيب سفيان جيلالي، فقط أي دور ستلعبه إذن المعارضة في المرحلة القادمة؟ نعم، الآن دور المعارضة أكثر من الأمس، لأن الشعب الجزائري استيقظ وفهم باللي أنه هنالك اختلاف دولة، ما هوش أموال فقط أو يعني إمكانيات تاع الجمهورية، لكن اختلاف كل الدولة، وهذا غير ممكن باش تقعد يعني الوضعية باش تقعد على هذه بدون رد فعل، يكون رد فعل تاع المجتمع حتما بطريقه او اخرى. نعم وهو كذلك الطرق يعني اللي نقدر نتنبأ بها هو انه تكون مقاطعه قويه جدا والناس ما يروحوش يصوتوا. على كل، لو نعود سفيان جلالي إلى حدث اليوم، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة صرح إذن رسميا، خرج عن صمته وأعلن ترشحه عن طريق الوزير الأول عبد الملك سلال. إذن كيف استقبلتم هذا القرار، قرار الترشح للرئاسيات القادمة؟ نعم، في الحقيقة سي عبد العزيز بوتفليقة لم يخرج عن صمته، وشكليا الوزير الأول هو اللي تكلم نيابة عنه، وهذا يظهر أن الرئيس غير قادر على الكلام تماما ولا يقدر يتقدم أمام الشعب. في الحقيقة المضمون تاع العملية هذه نعم هي بداية مسار انقلابي على الجمهورية. نعم. على كل، سفيان جلالي، الحديث عن أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيخلف نفسه يعني في منصب الرئاسة، كيف ترون ذلك؟ السؤال، هل سي عبد العزيز بوتفليقة هو اللي يروح للوزارة الداخلية باش يجيب يسحب الاستمارات؟ الجواب سهل، هذا الشيء لا. في الحقيقة هنالك عملية انقلاب مع زمرة حول الرئيس، وحبوا يستحوذوا على كل السلطة في البلاد ويغيروا يعني ربما نمط الجمهورية إلى نمط آخر. نعم، هذا رأينا دخلنا في إشكال خطير جدا، والتاريخ إن شاء الله سيحكم على الرئيس الحالي وكل من يدافع على هذه العهدة الرابعة، وهو كذلك لا معقولة تماما. شكرا، شكرا لك رئيس حزب جيل جديد والمترشح لرئاسيات 2014 السيد سفيان جلالي. إذن كما استمعنا لسفيان جلالي أبدأ امتعاضه من ترشح رئيس عبد العزيز بوتفليقة للعهدة الرابعة، كما قال أن المكتب الوطني لحزبه سيجتمع ويبدو أنه سينسحب إذن من سباق الرئاسيات وسيقاطع الرئاسيات كما قال بصريح العبارة. إذن مشاهدينا المزيد دائما